ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الواحد بيخلي مرته وأولاده ويقول لها في سنة كاملة يقول لك أبو بكر الصديق قال تركت لهم الله ورسوله يفوت. هذا الكذابين ده الكذابين يا أخي. ما في دين زي ده يا أخي. دين تخلي أولادك بدون أكل وشراب وتطلع سنة لافي في الجوامع معلق عراريقك وسراويلك في ورا في الجامع ده جامع ولا غسال؟ تلقى معلق ورا وخاتين مشادين الحلة والجامع كله ريحة دمعة جامع كت ريحة دمعة. وأولادك وين؟ يقول لك خليتهم لله. ده كلام باطل يا ناس. ما ده الحق. ايوه ده كلام باطل. عرفت كلامي؟ ده كلام باطل ما صحيح. فهمت كلامي؟ الصواب يا جماعه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع شنو؟ من يعول. يا اخي اولادك ديل الاكل اللي بتاكلوا لهم ده والتعب بتاع الزراعه وبتاع النجاره وكان انت استاذ مدرس او مهندس او بنا او غيره العرق اللي بتكبه عشان تجيب لك جنيهات تاكل بها اولادك ده جهاد في سبيل الله زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جهاد في سبيل الله. تخلي ده وتمشي تحرس الجوامع تكون قاعد في الجوامع تقول والله خليتهم لا الله ده كذب يا اخي ده ما صحيح ده ما دين والله والله ده ما دين. رضا من رضا وابى من ابى ده ما دين ما دين ولا عنده علاقه بالاسلام. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم عشان ياكل اهله. ده سيد البشر يا جماعه سيد الناس في الدنيا والاخره. كان يرعى الغنم. قال ما من نبي الا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا على قراريط. قال لأهل مكة ادوا قراريط بسيطة تاعت أكل يوديها لمن يعول. النبي صلى الله عليه وسلم مشى قاعد في الجامع قال أنا قال خليتهم لي الله وقاعد في الجامع. أما كان أبو بكر الصديق ده كان في حالة معينة في حالة معينة لكن عنده قروش. بكر الصديق كان من أغنى الصحابة لو ما أعرف أعرف وكان من أغنى أهل مكة لو ما أعرف أعرف وأنفق مال كثير جدا في النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الإسلام. لكن كان بيخلي لأولاده بيأكلوا كيف في الحالة ديك في الوقت ذاك اللي لقاه وجابه كله مش معناته باع بيته وباع بهايمه وجاب القروش. لا 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 اللي لقاه لأنه عمر هو الراوي قال فصادف ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت قد سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي فجاء أبو بكر بماله كله فأبو بكر فات عمر في الحتة دي. قال ما أبقيت لهم يا عمر؟ قال أبقيت لهم نصفا. ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله الله ورسوله. يعني ده كان المال الموجود في الوقت ذاك مش معناته باع بيته وباع حاجاته وجاه. فهمت الحتة دي انت؟ يعني انتهى من ماله كله المال لأنه عمر قال فصادف ذلك مالا عندي. يعني بيتكلم أصلا عن مال كان موجود في حالة معينة في يوم معين بدليل أن الرسول أمرهم بالصدقة إن صح الأثر ذاته في يوم معين. ده مشى لقى مال قسمه نص، ده مشى لقى مال جابه كله بس اللي لقاه مش مشى باع الورا والقدام وما خلى حاجه لاولاده. فهمتوا انتوا الحته دي يا جماعه؟ ده الكلام. وبعدين ذات ابن رجب قال ومن مثل ايمان ابو بكر. ابو بكر لما يقول تركت لهم الله ورسوله من مثل ابو بكر ايمانه زي ابو بكر. النبي قال لو وضع ايمان ابو بكر في كفه وايمان الامه كت كلها في كفه من أول زول في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لحد آخر مولود يوم قبل يوم القيامة إيمانهم كله خدته في كفة وإيمان أبو بكر براه وحده في كفة لرجح إيمان أبو بكر بإيمان الأمة كلها. أهزول توكله زي ده لو أنفق ماله كله ذات الله ما بيديه؟ يجي واحد بلاغي ساكت لافي في الجوامع يقول تركت لهم الله ورسوله؟ أنت إيمانك زي ده؟ نعم. دليله شنو؟ الترتيب ده دليله شنو؟ يقول لك تخرج في العمر ما اعرف شنو كده وفي السنه ما بعرف شنو كده 4 شهور وفي الشهر ما بعرفه كم يوم وتبيت الخميس في جامع بلال او وين ما بعرفه. ده دليله شنو؟ دين. يلا ده دليله شنو؟ انه لابد تخرج 4 شهور وبعدين تخرج. الخروج ذاته بتاعهم بالصوره حقتهم دي دليله شنو من القران والسنه؟ أنا الآن بناقشكم بشنو؟ بالحجة. دليله شنو؟ أنت كيف؟
أنا ما أنصار سنة بالمناسبة، أنا لا مع أنصار سنة، لا مع صوفية، لا مع بلاغية، ولا مع زول، أنا مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالخروج، أسمع أسمع، لا دقيقة يتم السؤال ده، دقيقة دقيقة دقيقة، فالخروج ما نتم سؤال سؤال، واحد واحد واحد، عشان ما يبقى هنا جوط، واحد واحد، عم أخونا ده سأل سؤال جميل، خلاص؟ الخروج بتاعهم بشكله ده ذاته، ما بيشبه ذاته أسبوع محاضرات. كان لديل ولا لديل ولا الفرق المنحرفة الموجودة دي كلها، كان أنصار سنة ولا صوفية ولا غيره، ما بيشبه ذات أسبوع محاضرات. ديل بيشيلوا مش بيوتوا في الجوامع وبيلزموك بأنك لابد تخرج كذا، ده الإلزام بالأيام المحددة، ده خدمة إلزامية، ده دليله شنو؟ يلا بيقول لك أربع شهور أو ما أعرف كم أو ما أعرف كم. أديك عقيدة تانية عندهم، عقيدة تانية عندهم. أول شيء قبل العقيدة، الخروج ذاته الزول هم بيخرجوا ليه؟ بيقولوا دعوة، مش كده؟ دعوة، دعوة بجهل حرام. في القرآن تدعو إلى الله عز وجل بجهل حرام. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على شنو؟ بصيرة. ابن القيم قال البصيرة هي أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم. يعني الزول اللي بيتكلم، الشيء اللي بيتكلم فيه ده لابد يكون، والشيء اللي بيدعو له ده لابد يكون متعلم اعلى مراتب العلم فيما يدعو اليه. النازل كد جهل، ما بعرفهم انا، ما كثير جدا ناظرت وتناقشت معاهم، كثير مجتهدين هذول اللي انا بعرفهم، وكتبهم عندي في البيت، صفات السته وغيرها من الكتب الباطله عندي في البيت، عرفتها؟ طيب النازل جهل، يجي في واحد الاحاديث اللي بيقولها دي اغلبها حديث ضعيفه، اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، ضعيف، عرفت كلامي؟ ما عارف شنو كده، كله ضعيف، ده يدل على جهله، زول ما متعلم، ما قاري القرآن، ما قاري سنة يعلم الناس كيف دين يا جماعة. بعدين أضف إلى ذلك، الدين ده أول حاجة تعلمها للناس التوحيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب عندهم علم وفي كتابهم ده فيه توحيد، هم حرفوه صح لكن نزل لهم فيه توحيد. مع ده قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هو زي الكلام اللي تكلموا التوحيد والشرك ده، هل هم بيتكلموا ما بيتكلموا؟ فهمت؟ إذن خروجهم ذاته لدعوتهم، الدعوة الطالعين ليها دي وخلينا هل هم بتاع، الدعوة دي ذاتها باطلة، باطلة، لأنه ما زي دعوة الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا قاعد يحذروا من السحرة والطواغيت والمشركين إطلاقا، ما حصل قاعد يقولوا الكلام ده، وإذا قلت بيطردوك عديل. ليه؟ لأنه هم ذاتهم عندهم طواغيت، زي محمد الياس الكندهلة والدهلة والمدفون في الجامع جوا وبيعبدوا فيه بطوفوا بالقبر. شفت كيف؟ ما مكذوب، أنا مشيت الهندي بنفسي، والله ما مكذوب. كيف ما شفته بعيني؟ موجود في مدينة دلهي، أربع قبور، وهسه قالوا زادوها تاني كمان، تاني دفنوا ناس جوا، جامع بقى كله قبور. عرفت كلامي؟ ده نمرة اثنين، نمرة ثلاثة النازل صوفية، تابعين للطريقة النقشبندية. زي ما قال العلامة الشيخ الألباني، عرفت كلامي؟ نمرة أربعة النازل عندهم أذكار نقشبندية وجشتية وسهرة وردية كلهم، عرفتها؟ بعد ذاك النازل عندهم أذكار ما واردة بالكتاب والسنة، عندهم العصر، عندهم جولة بيلفوا صح العصر، أنا أوريك، أنا عارفهم كويس. في واحد بيقعد، طيب في واحد بيقعد، هاي دقيقة بس، في واحد بيقعد في نص الجامع ده، أنت ما بوروك له لأنه ما بكون وقت الصلاة. الناس لما لافين في الحلة في واحد بيكون قاعد نص الجامع، ده بيسموه الدينامو، ما انا ما هنا ولا هناك، في نص الجامع، مش جامعكم ده بس يعني. عقيده اسمها الدينامو، دي عندهم هم اسمها الدينامو. الدينامو دي شنو؟ الدينامو ده قال ده بيذكر الله، قال بسببه تنزل البركه في الحله، لابد يقعد في نص الجامع زي المركز بتاع الدائره. شفت الكلام ده كيف؟ بعد ذاك بيمشوا كداري كثير جدا، انت عارف ليه؟ ليه بيمشوا كداري؟ عندهم قروش بيجيهم من هنا ومن هنا ومن هنا. ليه بيشوك الدار؟ قالوا لأنه الآثار بتاعت الأقدام في سبيل الله، ودي ما في سبيل الله، لأنه ناس جهلة ما بيدعوا لله بعلم، كيف يكون في سبيل الله؟ خلاص؟ قال الآثار بتاعت أقدامهم دي قال فيها بركة، أي بهيمة جت عبصت الأثر بتاعهم قال إذا أكلتها بيبقى فيها بركة، بيبقى فيك بركة. كله كلام فاضي وكلام ما مبني على علم يا جماعة. فهمت كلامي؟ أمسك حاجة واحدة بس ما بينهوا عن الشرك، دي بتكفيك. وأي نبي جاء ربنا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الشرك، يعني اجتنبوا الشرك. نعم. انت مثلا انت جزاك الله خير وبارك الله فيك، الطريقه دي طريقه ناس
الدعوة دي غير سليمة. البلاغة نحن يعني طبعا في علماء يريدون ونحن في يد العلماء طبعا. نعم. ده يقول وده يقول. جاب الحيوز فوس وسأله إياه عن جماعة الدعوة، قال من أحسن الناس وأتكلم فيهم ما أتكلم في جامع مرة كان صلاة المغرب. لا حول ولا قوة. محمد الأمين إسماعيل لا حول ولا قوة. برضه في نزاع ودول مشهور يعني لا حول ولا قوة. خرج بأولاده وخرج بأرجل. لا حول ولا قوة. طيب أنتم تتفقوا كيف إلا ونحن نسمع لا حول ولا قوة. نحن سابقين بابين عالمة يعني دير فعلا زي خطة. صحيح. مثلا دير في إذاعوا على عامة مش على السودان عامة، قاري السودان في لا حول ولا قوة. في الدعوة. ده الكلام. لا حول. وفي اللي في مرة سمعناهم شاهدناهم مشاهدة قدامنا سمعناهم. سلم. في الغاعة برضه هناك جو برضه سحناهم. طيب هسه نحن بقينا انا كمل يا اخي ده يبنى يعني لا لا ده يهلي نحن بقينا بس كده كفات ميزان دي طالع دينا نعم دي طيب نجاوب لك ما نسافتين على اي طريق نجاوب لك طيب اول حاجه يا جماعه كونه اسمع اسمع كلامي كونه يا جماعه انه الاحزاب الموجوده دي والجماعات دي كان صوفيه كان برهانيه كان قادريه كان ختمية كان أنصار سنة كان أنصار مهدي كان سرورية لونس عبد الحيوسف ديل بكفر وغيرهم الجماعات دي كلها تتفق ده مستحيل إلا يغشوا نفسهم عشان كده أنا قبل قلت لك أنت ما تتبع لي جماعة خليك زي أنا ما تتبع لي جماعة إطلاقا دقيقة 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 تتبع منو تتبع الرسول أنت لسه بتسأل تتبع منو ما عرفت المتبوع منو ربنا قال لقد كان طيب جايك 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 للعلم ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ده كفاية رسول بس بعد ذاك العلم أصبر ما أصبر أصبر أصبر, أصبر. طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك طيب قلنا المتبوع الأول والأخير ومن يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم ثاني أي عالم ما معصوم قد يخطئ وقد شنو يا جماعة يصيب تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك لو داير العلماء الماشين بالطريقة الصحيحة حسب ما نعلم حسب ما نعرف والله أعلم العلماء مثلا الشيخ العثيمين زي ما قال أخونا ولدكم ده الشيخ الألباني الشيخ بن باز مثلا مش معناته ديل بس ثاني ما في غيرهم أنا قلت لك مثلا عرفت دي أمثلة الشيخ بن باز الشيخ الألباني الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان الشيخ ربيع غير من العلماء اللي يتابعوا درب الرسول صلى الله عليه وسلم اي زول شوف دي قاعده ده انا بديك بطاريه في يدك تنور بها تشوف بها ده صح ولا ده غلط اي زول داري يحزبك يدخلك في جماعته اعرف انه ده زول فاشل ان بقى دكتور ان بقى بيجيب تلفزيون ان بقى هو التلفزيون ذاته زول دقيقه داري يدخلك في جماعته ده كلهم هذا اللي مين ده ما انصار سنه في النهايه ده جماعه داري يدخلك ليه عبد الحي ده في النهايه تابع لجناح شنو السرورية اللي هم الناس اللي بيكفروا الحكام والحاجات دي عرفتها؟ عندهم مشاكل ذاتهم الله بيها عليم داك دار الختمي دار يبقيك صوفي خدتك تحت أباطه داك دار يوديك وين؟ كل ما اطلع من النازل تابع النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء ذكرت لك أمثلة بسيطة للأئمة اللي اتفقوا عليهم المسلمين المصلحين في هذا الزمان المخلصين فديل العلماء ومن كان على شاكلتهم أما ما أي ذول بيجيبوا التلفزيون عندنا معناته طوالي عالم وكلامه صحيح فهمت؟ في زول جاء عشان ياكل كسرة جاء يجامل الناس أقول لك البلاغين ده صوفية بيعبدوا القبور في مسجد شرواني ده عندهم قبر في الخرطوم مسجد حق البلاغين ولا تمشي الهند في لا ما أنت ما أنت الكلام طيب شفت كيف؟ وديل وديل في النهاية ناس قلت لك ناس عباد لقبور جماعة التبليغ ديك خلاص وصوفية هم أصلا نقشبندية وغيرها من الطرق المنسوبة لها كما ذكر العلماء والفقهاء فأتركهم أما اللي بيجوا في التلفزيون ده غالبهم غالبهم وده إسماعيل لا تقول لي عبد الحي لا تقول لي غيره غالبهم يجاملوا الناس يا أخي في دين الله عرفت كلامي؟ يسألوا أسمع أسمع يسألوا محمد علي إسماعيل ذاته يسألوا محمد علي إسماعيل ذاته يسألوا عن المولد مع أنه المولد المالكية أنكروا العلماء أنكروا الرسول ما سووا الصحابة ما سووا يسألوا منه في التلفزيون دكتور محمد علي إسماعيل ده يسأل سألوا قال والله يا أخي المولد فيه خلاف فقهي قديم كذاب ما فيه أي خلاف ما فيه أي خلاف حتى المالكية قالوا بدعة منكرة واتكلموا أنه أحدثته الدولة الفاطمية العبيدية في مصر الشيعية الرافضية عرفت كلامي
واقرب دليل لك انت عشان تفهمه كزول قلت ما مثلا ما عندك علم كثير، هل الرسول سواه جاب نوبه ورقص؟ ما سواه، يبقى باطل. هذا ليه اسماعيل قاعد يتلولو فيه في التلفزيون في قناه طيبه. وكذلك عبد الحي يسالوا من كلام البرعي ده، كلام اللي انا قريت لكم منه جزء هسه، ده مش شرك كلكم قلتوا شرك، وده الكتاب وهذه صوره البرعي. سالوا عبد الحي ده ذاته، سالوا عن الكلام ده قام زاغ منه، قال ده سؤال تسالوه هسه؟ قال ايوه ده سؤال، لانه البرعي ده ناس كثيرين جدا ملايين البشر بيعبدوا فوقه في البلد دي، انت لو ما جاوبته تخاف من الناس، ما قدرت تجاوب توريهم الحقيقه عشان الناس بيسقوا فيك وعاملين لك تلفزيونات وقنوات سلفقه ساكت، عرفت؟ ما دينك ليه ما بتقول الحقيقه، تقول انه كلام البرعي ده شرك. يا اخي البرعي قال نقل كلام الحلاج الحسين الحلاج، قال قال الحسين الحلاج، ما قال كرعيدي فوق الله فوق معبودكم، خلاص ودكم كتاب الحلاج، قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعتوه، قال يا له من عارف كاسي. البرعي البرعي نقل الكلام بتاع الحلاج ده، قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعتوه، البرعي قال يا له من عارف كاسي، بدل ما يقول ده كافر. سألوا عبد الحي عن البرعي ده والكلام الباطل اللي بيقوله البرعي في كتبه دي، قال ده سؤال تسألوا؟ وقال الله ما بيسألكم في قبوركم عن الناس، تقول لي ده عالم؟ والله الذي لا إله غيره ما عالم، وده كلام باطل، وده الناس بيغشوا المسلمين وبضيعوا دين الناس عشان الأحزاب السياسية الرخيصة تضيعوا بها الدين المنتمي لها، ترى يضيعوا بها الدين زيادة. عشان كده ما بزول بيقدم الدين ده إلا ما تنتمي لأي طريقة ولا أي حزب ولا أي جماعة، تعلم الناس الدين. بعد ذاك الحق ذاته معروف، حذيفة بن اليمان قال إن على الحق نورا، أنت قلبك مرتاح للحق. يجي عبد الحي يتكلم، يجي حد الاسماعيلي يتكلم، يجي البرع يتكلم، يجي واحد من الختمية يتكلم، يجي واحد شيعي يتكلم، يجي واحد شيوعي يتكلم، يجي واحد منهج صحيح يتكلم، قلبك ذاته يميز بالمناسبة، لأنه قال إن على الحق شنو؟ نورا. ده إذا خلاص غلبت الحيلة، لا حافظ لك آية لا حديث، في النهاية قال بتعرف بعد ذاك الحق ده عنده نور وكلامه بيخش القلب، لأنه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الكلام النافع وكلام الحق ده بيمكث، كلام الباطل بيطير طوال. يا نعم 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 تفضل. ما غلط يعني الا شنو اول حاجه الاصل والكلام ده اعلن الرسول قال امتي تفترق على 72 فرقه، الكلام ده صح ولا ما صح؟ ايوه قال ستفترق امتي 72 فرقه الى 73 فرقه. الى 73 كده بس كده، المهم الكلام ده اعلنوا صح حديث صحيح صح. اه بعدين لما الناس سالوه من الفتن، حتى حذيفه وكذا سألوه من الفتن، قال يعني الفتن قال تحصل كذا وتحصل كذا وتحصل كذا، القصير والصعب الصحابه، مش قال اما علي وانا وصحابتي اليوم. انا بقول شنو؟ بقول اي زول ماسك في الكتاب والسنه الناس يتبعوا. الله اكبر. ما بس انا فاهمين يعني، انا انسان امي ولا بعرف اقرا اسمي ما اعرف كتب، لكن مجالس العمل علم كثير. الشيل فهمته الزول بس يقبط في زمن الفتن، الزول بس يقبط في الكتاب والسنه، الشيء سوى الصحابه يسويه، الشيء الرسول سوى يسويه، الشيء اللي قالوا رايه كذا وفهمه كذا واتبعه كذا، ده يبعد منه، تتبع الفرق ديك اللي وصفنا الرسول به بس يبعد منه. الزول اللي يقول الكلام ده يتبعوه. قال كلام الناس الدعوه هسه انت قلت فيه، انا ده برضه مجالسهم كثير قاعد اجيب فيش كثير، اصلا ما بتلقى عندهم كلام بطال، كل يدوك يا هو سمح. لكن هل الصحابه قاموا شالوا المجتمع قالوا للناس لا سمحتوهم؟ ما قال. ايوه ثانيا الزول يقوم من بلده، بلد ذات يا حسن بلد ذات فيها الشرك وفيها الجاهل الملعب عنده ذات المعارف، يقوم من بلده يشيل ويقوم يمشي يدعي ناس ثاني. اذكر الكلام ده انا بشوفه يعني ما عندي علم من ذلك، لكن الله يجزاك الله خير اكرمك الله. الله يجزيك خير. طيب
كلام عمن هذا صحيح خلاصته للناس اللي ما سمعوا كلامه. بيقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحاب. يعني تمسك بدرب النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه، لانه يعني الصحابه اكثر ناس فيهم الكتاب وفيهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نمره اثنين قال ناس الدعوه وجالسهم وكذا، لكن قال في اشياء يعني. قال اول حاجه يقول لك قوم رح شيل بوجتك قال وتمشي معاهم طوالي، يعني تبقى داعيه، وده باطل طبعا، لانه انت ما يجوز تبقى داعيه الا تتعلم. ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. الامام البخاري قال العلم قبل القول والعمل، فالناس ما قاعد يتعلموا، بالعكس المجالس بتاعت العلماء تجلس جيب كراسك وتكتب وتحفظ القران وتحفظ الاحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، دي بيسفهوا انا جماعه الدعوه والتبليغ. قالوا ليه؟ هم بيقولوا كده، قالوا لان يا اخي الانسان بطبيعته بيعرف الحلال من الحرام، ما في داعي قالوا تجلس انك تتعلم وتحفظ القران والحديث وكده. قال ليه؟ قالوا لانه الكديسه، هم بيقولوا كده، قالوا اذا اديت لحمه بيدك الكديسه، اذا اديت لحمه بيدك بتاكل جنبك، لكن اذا سرقت نفس اللحمه بتجري تاكلها بعيد. قالوا ليه في الاول اكلتها جنبك؟ قالوا لانه ده كان حلال اديتها براك. وليه في الثاني جرت بعيد اكلت؟ قالوا لانه ده كان حرام سرقته، اذا الكديسه تعرف الحلال من الحرام، اذا انت ما محتاج تقعد بكراس وقلم تتعلم القران والسنه. كله كلام فاضي ساكت. الكلام ده اسمع طيب، الكلام كويس نجاوب لك. طيب اخونا سال سؤالين داير جواب، قال الكلام ده قالوا فلان وفلان، احنا والله ما عندنا علاقه انه قالوا فلان وفلان، عندنا علاقه انه الكلام ده باطل، اذا ثبت قالوا فلان او علان كلام باطل خلاص. طيب ما جاوب لك يا شيخ، الله يفتح عليك، الله يجزيك خير، انا ما سمعتك يا شيخ. طيب يا شيخ، طيب يا شيخ طيب يا شيخ، الإثبات، طيب الإثبات الدليل، دقيقة يا جماعة، دقيقة، الإثبات أو الدليل على أنه كلامهم ده باطل، ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. أي زول ما عنده علم فيما يدعو إليه دعوته ما له باطلة، لأنه الدليل الثاني ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جابر بن عبد الله، قال جابر بن عبد الله إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، أو أن تقول لا أدري. وجاء رجل للإمام مالك مسافر شهرين في رواية، قال لي عندي سؤالين أو ستة شهور، قال لي جبتها من قومي ستة شهور أنا مسافر الوديان والصحراء قطعتها، عندي سؤالين رسلوني أهلي، قال لي جيب الأول. الإمام مالك قال الله أعلم. قال لا جيب الثاني، قال الله اعلم. الرجل قال جيتك ستة شهور تقول ما اعلم؟ قال لا اطلع الجبل ذاك وقل ان الامام مالك قال لا اعلم. ناس بيخافوا الله، زول ما عارف حاجه يقول الله اعلم، لانه في النهايه العلم كبير جدا. صح، ده الامام مالك امام دار الهجره النبويه، ده مما يدلك انه ده العلم شنو يا جماعه؟ امانه، بل اعظم امانه العلم. ناس يدعوا لله وهم جهله، ده باطل. والادله العلماء يدعو الى الله وممكن يسافر يمشي يدعو في اي حته، احنا الان سافرنا جيناكم احنا من الخرطوم، لكن ربنا قال اول حاجه تبدا بمنو؟ وانذر عشيرتك والاقربين. ديل اول ما يجوا الجامع ناس الدعوه والبلاغ، اول ما يجوا بعد ما يتكلم ان فوز الانسان وفلاح الانسان الاخر ويقول نصيحته، بعد ذاك يقول الخارج معانا منو؟ الناس بيرفعوا يدهم. رفعت يدك دقيقة دقست خلاص، رفعت لو رفعت يدك بسقوق طوالي تبقى داعية، هل ممكن الكلام ده يا جماعة؟ يا ناس أنا عرفت الدين الليلة أبقى داعية الليلة؟ ده كيف ده؟ هو الطب يا دقيقة، علم الطب علم دنيا. دقيقة بس، الزول ما بيبقى طبيب. دقيقة يا جماعة، برا الزول ما أنا أي زول بدي سؤال بس اصبر لي شوية. علم الدنيا ساكت، الطب زول ما يلقى طبيب إلا شنو؟ إلا يقرأ يا جماعة ويشيل شهادات كثيرة لما راسه ده شيب، ما بيبقى مهندس الا برضه كده يقرا، ما بيبقى استاذ البنا ده ما بيبقى بنا معلم الا يكون شنو؟
طلبة يتعلم تحكى تحت يرفع المونة يجدعوا بالكوريك يتعلم. عرفت كلامي؟ الميكانيكي اللي يتعلم في الدين ده تلاقيه بساكت يجوا في الجامع يركبوا شاي ويقولوا إن فوز الإنسان ها أدار يخرج منه أنا أكتبه سجله ده دين؟ والله ده ما دين. رضا من رضا وأبا من أبا. عرفت كلامي؟ عرفت كلامي؟ تتعلم تتعلم الدين، لا تتحرك مع زول جاهل يعلمك كيف. أسمع أسمع كلامي، كلهم جهلة ها؟ كيف ما جلست معهم وناظرتهم وناظرتهم؟ أيوة كيف؟ لا ما أخرج معهم كيف؟ ناظرتهم، ما إلا أخرج، الخروج معهم حرام. ناظرتهم يا شيخ يا شيخ ناظرتهم. أنا عرفت كلامي؟ وريني واحد منهم عالم جماعة الدعوة والتبليغ. منو؟ منو؟ ده من وين قاعد؟ يا جماعة العالم ده، العالم ده ما معروف، العالم معروف. طيب طيب لو فرضنا لو فرضنا إنه عنده علم، دقيقة دقيقة بس نكمل سؤال الشيخ ونجي للشيخ ده. طيب 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 لو فرضنا معلش لو فرضنا إنه محمود جميل ده عالم، معي أنت؟ ما محمود؟ طيب طارق، لو فرضنا إنه طارق ده عالم، معي أنت ولا ما معي؟ أعظم شيء في الدين في العلم شنو؟ تدعو له شنو؟ أن اعبدوا الله. الله قال كده، ولقد بعثنا في كل أمة، دقيقة بس، لا لا والله ما حصل أصلا. ربنا قال، دقيقة يا أخي، ربنا قال، اسمع اسمع، ربنا قال ولقد بعثنا في كل، ده كلام الله يا جماعة اسمعوا، اسمعوا كلام الله، الله يهديكم، الله يهديكم. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي وين جماعة التبليغ منا؟ وروني يوم واحد اتكلموا عن الطواغيت الموجودين اللي بيعبدوهم الناس من دون الله. فهمت كلامي؟ فهمت كلامي أنت؟ فهمت كلامي؟ بل بل بالعكس، بل بل حتى لو مشيت في البيت ما بتتكلم تقول لي ده غلط. ليه؟ لأنه جماعة التبليغ، اسمع اسمع، جماعة التبليغ دقيقة، لا لا ما نحن ماشي لنا ساطور، اسمع اسمع دقيقة، لأنه اسمع طيب، لأنه جماعة التبليغ أكفي ده، لأنه جماعة التبليغ دقيقة دقيقة بس يا جماعة دقيقة اصبر لي جاوب لك، لأنه جماعة التبليغ عين عين، اسمع اسمع، جماعة التبليغ ما بي سمعت كلامك يا أخي، سمعت كلامك، خليني أجاوب، حاضر خليني أجاوب، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، خليني أجاوب. خير طيب، أخونا ده سأل سؤال، طيب سأل سؤال أنا داري أجاوب له عشان يستفيد. طيب طيب دقيقة يا جماعة دقيقة، أيوة أنا في بيت الله صبره. طيب أول حاجة أخونا ده قال لي بيتكلموا في التوحيد، ما ترفع صوتكم في المسجد ده، مسجد المسجد ده منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترفع صوت. طيب دربين لك دربين لك. طيب ربنا قال، اسمع اسمع القرآن يا أخي، ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخونا ده جزاه الله خير زعم زعم قال ديل بيتكلموا في التوحيد وفي عدم عبادة الطواغيت. يلا نشوف الرسل كان بيدعو كيف، مش الآية دي عامة في كل رسول، في كل رسول مش كده؟ طيب نوح إبراهيم جاء لقومه قال لهم ما هذه التماثيل، كلامي ده لو برا القرآن وقفوني، ما هو كلام بالدليل ما جوطة ساكت، الناس بتقبل الدليل ما بتقبل الجوطة. ربنا قال في القرآن وده الدليل من القرآن، إبراهيم قال له قومه شنو؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الليلة فيها تماثيل وأوثان قبور تعبد، هل القبر يسمى أوثان وثن؟ نشوف الدليل، روى مالك في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، إذا القبر لو عبد يسمى شنو؟ وثن. طيب إبراهيم نهى قومه عن عبادة التماثيل والأوثان، أليس كذلك؟ دي دعوة الأنبياء كانت كده، ده التوحيد بتاعهم. يلا نشوف جماعة التبليغ، هل حصل يوم في بيت ولا جوا البيت ولا أي محل، هل حصل يوم جو قالوا لناس بيعبدوا لهم في قبر قبة قالوا لدى شريك ده وثن جوا بيت ولا برا بيت؟ أنا بعرفهم كويس، ما حصل. إذا دعوتهم باطلة لأنها خلاف دعوة الرسل، أديتك آيات من القرآن. عرفت؟ قالوا فرقوا الناس، أنا أديك تجربة، أمرق معاهم أنت ده، مش زعلان من كلامي؟ أمشي اتكلم في الشرك، يا أخي اصبر. اصبر 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 طيب اصبر طيب اصبر 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 أمشي أمرق معاهم، أمرق معاهم، اتكلم
كذا ما انا قاعد اديك فرصه براحه وانا اتكلم معك، انت ما في داعي تجود براحه يا اخي. يعني ما بيناتنا ما في عداوه شخصيه او قبليه، يعني بتكلم في دين. انت اصبر ما تسخن كذا تفور. طيب عاين لي شيل او ده الكلام ده انت رايك فيه شنو؟ الكلام اللي قريته ليك ده خلاص؟ مثلا شرك، طيب شرك الله يفتح عليك، شيل عاين شيل الكتاب. لا ما ده الاوسان اللي في السودان وشنو اصلا؟ عرفت كلامي؟ ما قبو. طيب شيل الكتاب ده اخونا الورى، ما انت اخونا الورى يا عمنا، شيل الكتاب ده مثلا، ضربي مثلا كتاب البرعي ده، اخرج مع جماعه التبليغ قول لهم ده، قول لهم دي اكبر جريمه الشرك بالله، لانه ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الله يفتح عليك. قول لهم انا اتكلم عن الشرك بتاع الصوفيه اللي قاعد ينشروه ده مع جماعه التبليغ والذي لا رب سواه، ما يخلوك ولا دقيقتين تقيف معهم. عرفت كلام انت؟ ليه؟ لانه هم ذاتهم صوفيه بتعد. طب ولا يمنعوا بيات القبور؟ شيل ده انا بديك هديه، شيله امشي جامع بلال، اكبر جامع في السودان للطريقه بتاع جماعه التبليغ دي، وذاته منول قال اعملوا جماعه ذاته، ده حرام، لكن لو فرضنا جايز. امش شيل ده امشي مسجدهم، قول لهم الليله يا اخي جماعه التبليغ ما تابعين كيف؟ يا اخي عندهم امير اسمه ذهب، ما تابعين كيف؟ انا بعرفه، انت بتعرفهم اسمه ذهب يا زول، دكتور ذهب يا شيخ. انت ما تنكر حاجه موجوده، يعني ما تقول مثلا الحيطه دي ما في، هي في، عندهم امير رئيس اسمه ذهب، دكتور ذهب، ده حرام في الدين. فهمت كلامي؟ يا اخي حرام في الدين، ما يجوز تامر زول الا بالسفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخي اصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم، انا بتكلم لك بالايه والحديث وانت بتتكلم ساكت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال اذا كنتم ثلاثه في سفر فامر احدكم. اذا الرسول جوز اماره شنو؟ السفر. بعد ذاك في الاماره حقت الحاكم زي البشير، زي بتاع مصر، زي بتاع السعوديه، الملك سلمان الى اخره. لكن جماعه عندها رئيس وعندها امير ده حرام، خلينا من دي، ده ما متفق عليه وما ترتغلت فيها، لكن دي خليها. شيل الكتاب ده انت ليه ما بكلامي؟ تكتب البرعي، الكتاب ده كله شرك. امش ده من السنه، يا ناس ده الكتاب والسنه. ربنا قال شنو؟ ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كيف يكون النهي عن المنكر ما من الدين؟ كيف ما يكون من الكتاب والسنة؟ عرفتها؟ نعم. ده الكتاب والسنة لما تنكر الشرك. طيب انكار. أيوة ليه قلت كده؟ ده طيب أفهم الجواب. أنا فهمت سؤالك والله ورحب بيك جدا، سامع كلام. أفهم. تفضل. خليك لا لا قعد. خليه يتكلم اقعد. لا لا ما تتكلم يا خليه يسال، يا خليه كم سؤال. تفضل. انا الكتاب تاكد انه خارج مع الجماعه دي. طيب انا مستعد اعلم الناس دي الغسل. طيب مستعد اعلمهم الوضوء. مستعد اعلمهم الصلاه الفاتحه قصار صور، علم ولا ما علم؟ طيب ليه كيف اكون جهاله؟ يلا انت عيد من سؤالينك. نعم يلا انا اجاوب. جاوب. تفضل اقعد. طيب السؤال الاول قال لي كيف تقول لي شيل كتاب البرعي ده وانت قلت بتدعو للكتاب والسنه؟ الرد على الشرك في الكتب دي كلها، ده اعظم امر في الكتاب والسنه. وين في الكتاب والسنه؟ وين؟ طيب الكلام اللي قاله قبل قريناه ده، انا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل، عرفنا انه ده شنو؟ دعاء غير الله ماله؟ شرك. طيب اعظم امر، اعظم نهي في الكتاب والسنه شنو؟ ربنا قال ان الله، ربنا قال ولقد اوحي اليك، يعني يا رسول الله يا محمد، والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني قبل ما تنهى الناس عن الزنا وقتل النفس وشرب الخمر، أنت لو فعلا عندك علم بتنهاهم عن شنو؟ أول حاجة، لأنه الله قال الذنب الوحيد الآن ما بغفر شنو يا جماعة؟ الشرك إذا مات عليه الزول، لكن قال ويغفر ما دون ذلك، أي حاجة دون الشرك ربنا يغفرها. طيب ضد الشرك التوحيد، أول أمر في ترتيب المصحف في سورة البقرة يا أيها الناس، ده قرآن يا جماعة، يا أيها الناس اعبدوا، دقيقة بس يا أيها الناس اعبدوا
ربكم، ده أول أمر كان بتوحيد الألوهية خلاص. فأي جماعة تبليغ صار سنة صوفية غيره ما بتجعل الأمر ده النهي عن الشرك ده أساس دعوته دي باطلة، ده بالقرآن. وأنا ما عندي حاجة والله، ما دار أزعي لك أنت، أنا دار أقول الحق البرضي الله عني، فهمت الحتة دي؟ أما كونك تقول الكتاب ده أشيله، ده ما كتاب وسنة، أرد عليه وأشيله أرد عليه، ده من صميم الكتاب والسنة، لأنه ده شرك. والأمة دي ما كان فيها خير أبدا إلا لأن شنو؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف، أعظم المعروف التوحيد، وتنهون عن المنكر، أعظم المنكر شنو؟ الشرك. وذكرت لك الأدلة، وتؤمنون بالله، وده التوحيد، وده التوحيد، تؤمنون بالله. فالكتاب ده فيه شرك. والآن معظم الناس في البلد دي بيقدسوا البرعي، ده كتابه. أنا أديتك مثال بس، قلت لي أنت قلت لي أيوه أنت قلت لي شنو؟ أنت قلت لي بيدعو للتوحيد منه عن عبادات الطواغيت. أنا ده أوريك إنه الكلام ده كذب. أنا كنت برد على أخونا ده، قلت لي شيل الكتاب ده، ده مش شرك وده مش طاغوت. أمش أخرج مع جماعة التبليغ لمدة 3 دقائق اتكلم عن الشرك بتاع البرعي ده، شوف بيسمحوا لك ولا لا. هتعرف بعد ذاك إنه ما عندهم أي علاقة بدعوة التوحيد. الكلام اللي بيقولوا إنه الله خلق السماء، خلق الجبل، قال انت معتبره ده التوحيد اللي فيه مشكله، وده من التوحيد اسمه توحيد الربوبيه. لكن ده ما الواقع فيه المشكله والنزاع، لانه الله خالق للسماء والبشر، والله الخالق والرازق. الله قال الكفار عارفيننا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سالت الكفار الخالق منو بيقولوا الله، قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض، خليهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس، خليه مقفول، وسخر ربنا قال ولئن سالتهم المشركين من خلق السماوات والأرض، الخالق منه تسأل المشركين، قال له وسخر الشمس والقمر، برضو أسأل المشركين، قال لا يقولون الله. ده اسم الربوبية، ده اللي قاعد يقوله جماعة الدعوة والتبليغ، أنا عارفهم كويس، بيقول لك الله خالق الله رازق، ده أبو جهل عارفه. لكن المشكلة ما هنا، المشكلة في أنه الله الخالق قال ما تدعو الميتين ادعوني برائي، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ده بيدعو له ناس التبليغ، والله ما بيدعو له. وأي زول يقول كلام غير الكلام ده كذب، عرفت كلامي؟ طيب شيل، لا 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 لا، الكلام العام، أسمع أسمع أوريك كلامهم كيف كلامهم، إنه النافع أسمع والبضر الله والخالق والرازق الله، ده اسمه الربوبية. كونه غير الله ما يفعل شيء ده خطأ، ده باطل، ده باطل باطل باطل، دي عقيدة، أصبر، دي عقيدة وحدة الوجود. أنت لو عارف، عرفت كلامي؟ إن الله سبحانه وتعالى أثبت للمخلوق إرادة وفعل ومشيئة، ولكن إرادته وفعله ومشيئته تابعة لإرادة الله. فالزول اللي بيقول أسمع يا أخي، يا أخي أسمع يا أخي، أسمع يا أخي، أنا زول ضيفك، أسمع الله يهديك، أسمع كلامي. الزول اللي بيقول غير الله ما يفعل شيء، الكلام ده كده من أبطل الباطل، بس أصبر عشان تفهمه، ده نبه له العلماء قبل مئات السنين، نفهم غير الله ما يفعل شيء، ده من أبطل الباطل. طيب ذو القرنين قال لي قوموا، قال لهم فأعينوني بقوة، أعانوا ولا ما أعانوا؟ أعانوا. فعلوا ولا ما فعلوا؟ فعلوا. فاللي بيقول غير الله بالإطلاق كده ما يفعل شيء ويسكت، ده من أبطل الباطل. دي سماء يا أخي، اسمع اسمع، دي عقيدة، دي عقيدة اسمع اسمع، دي عقيدة وضعوها الصوفية الأوائل زي محي الدين ابن عربي وزي الحلاج، عرفت وضعوا العقائد دي؟ بيقولوا إنه لا فاعل إلا الله، يا غير الله ما يفعل شيء. يعني مثلا أنت لو رفعت الكتاب يقول لك ده ما أنت، ده الله، لأنه الله حال فيه. فقاموا أطلقوا العبارات دي، أطلقوها، رسخت في أسهل الناس. في ناس بيقولوها ما فاهمين معناها، يعني ما قاصدين الغلط، لكن العبارة ما لها باطلة، وده من أكبر الأدلة على جهل جماعة التبليغ. فهمت؟ الدعوة دار علم يا شيخ، ما زول طلق ايه بساخد يا اخي، ما بيجوا في الجامعه ده في نفس اليوم اللي بيجوا كلام في الدين، يقول اللي بيخرج معانا يقول ولا ما بقوله. طيب كيف انا اخرج الليله وابقى داعيه؟ يقول لك قوم اتكلم، يسوقوك من هنا، يسوقوك من هنا. اخونا ده قال عارف الغسل، لكن هل كل زول عارف الغسل؟ بعدين ذاته هل الدين اساسه الغسل ولا اساسه التوحيد؟ تعلم الناس التوحيد بعد ذاك الغسل والصلاه. لو علمتهم الغسل قبل ما تنهاهم عن الشرك وقبل ما تامرهم بالتوحيد انت على باطل، عشان كده دعوة التبليغ على باطل. تفضل. المسجد والناس الموجودين في المسجد، هل الناس كفار ولا بيشهدوا ان لا اله الا الله؟
الناس اللي بيجوا من برا والناس الموجودين في الجامعه، انا جاي اتكلم بتاع الناس دي، لكن هل الناس دي كفار ولا بيشهدوا ان لا اله الا الله؟ طيب الناس اللي جوا الجامع نحن بنظن بهم الخير، ونظن باي زول شهد الشهادتين وما نقضى وادى الصلاه والواجبات والاركان الخير، واي زول شهد الشهادتين وادى باقي الاركان ده مسلم. اصبر لي بشوي، ده مسلم زي ما قال ابن رجب، مسلم حكما لانه علينا بنشوف الظاهر، لكن انت عليك يا اخي اصبر يا اخي، ما جاوبت عليك لسه، لكن ده السؤال يا محمد لا ده السؤال، لكن انت ما درني اجاوب. اصبر، الله يهديك اصبر. ما كل زول يشهد ان لا اله الا الله يكون طوالي ثابت على الاسلام ممكن ما ينقضه. اصبر، ده الكلام اللي ما قدرت تسمعه، لانه لا اله الا الله عندها نواقض. اديك القران دي والمصحف، ربنا قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شهدوا الشهادتين ولا ما شهدوها؟ شهدوها، لكن الله قال انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ديل شهدوا الشهادتين وصلوا في جامع الرسول الصلاة بألف صلاة، والإمام كان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ربنا قال وإذا قاموا إلى الصلاة، يعني بيقوموا للصلاة ورا الرسول وفي الجامع وفي المدينة والصلاة بألف صلاة والإمام الرسول، لكن قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن جهل جماعة التبليغ إنه بيقول لك أي زول جاء الجامع ده خلاص موحد، ما يحتاج لتوحيد لأنه شهد الشهادتين، زي الكلام الدار يرميه أخونا، ده كلام باطل وده من الجهل، ده من الجهل. يا ناس، ربنا قال للموحدين، الآية دي رايك فيها شنو؟ ربنا قال للموحدين اللي بيجوا الجامع الما أشركوا موحدين تب، قال يا أيها الذين آمنوا، يعني وحدوا، قال لهم آمنوا. ربنا قال للرسول سيد الموحدين، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد يا رسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك. والأمير قال وده يوم البيعة وعندنا شورى ترتعك لك على بيتي يا زول، الدين ده فيه شورى؟ الدين ده زمان انتهى، شورى ثاني ما في. الله قال اليوم شنو؟ اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. في واحد من العلماء المقدمين قال وصيه، وانا طولت عليك الشيخ، قال وصيه حلوه انا داير اقول لك وقوم. قال فدع قصر فضل الله جهلا عليهم ولا تغلو فيهم واتركن التحزب ولا عار ان لم تخترع لك مذهبا فدر حيثما دار الدليل لتجتبى بلا فئه تاوي اليها ومركز سوى الحق من ادلى به قلت مرحبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.